فما رأيك إذا سبتكم؟ إذا اعترض حد، هل يكون الشخص الذي اعترض تصرف تصرفا غير روحي؟ وشعبنا بطبيعته العاطفية سيلقي باللوم على الذي اعترض، ولذا يحجم الكثيرون عن الاعتراض. فهل الكنيسة التي تطلب من الشعب التعبير عن رأيه تكون قد أخطأت إذا سمحت بوجود من يعترض؟ هجاوبك على السؤال. في الحقيقة إحنا صحيح في يوم الرسامة بنقولها لحد معترض، لكن قبل كده بنجمع الشعب وبناخد رأيه وموافقته قبل الرسامة. ما تفتكروش بنجيب واحد كده ونقول يا ناس رأيكم ايه، ما بيحصلش الكلام ده ابدا. ده احنا قبليها بتبقى مقابلات ومداولات واتفاقات، وبناخد رأي اللي موافق واللي مش موافق، بناخد رأي الكل قبل يوم الرسامة. ولما نلاقي الشعب موافق بنيجي في يوم الرسامة نرسمه. فاللي عايز يعترض يقدر يعترض قبل يوم الرسامة، مش بعد ما الناس كلهم وافقوا وغالبية الشعب قالوا عايزينه وزكوه وكله، يجي هي يوم الرسامة يعمل إشكال. مش معقول الكلام ده. عنده فرصة كبيرة جدا يبدي رأيه كما يشاء ويعترض كما يشاء، وإذا كان المرشح مش عاجبه ده يقدر يجي ويسلمني جواب أو يسلم واحد من السكرتارية جواب ويقول أنا مش، لكن يفضل ساكت 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 لغاية لما يجي يوم الرسامة. وهو في البطرخانة في الكاتدرائية موجود 7000 8000 وقصاد الناس يقول مش موافق، بيبقى التصرف غير لائق. يعني عنده فرصة يبدي رأيه بس قبليه. تقول لي طب افرض حصل، تعمل ايه؟ انا اعمل ايه لو حصل واحد قال لي مش موافق؟ اقول له تعالى اقف هنا وقول للناس كلهم مش موافق عشان ايه. هي مش مسائل ان واحد جه في مزاجه مش موافق، يعني مش موافق قول لنا مش موافق عشان ايه. يقف قصاد الناس يقول مش موافق عشان فلان ده جنسه ونعته، ده هتبص تلاقي الشعب كله هاج عليه. لان لما يقول الشخص ده وحش في كذا وكذا وكذا، امال ازاي الناس زكوه وبيحبوه وجم؟ فالناس اللي بيزكوه وبيحبوه مش يعجبهم الكلام. نصيحتي لهذا الشخص يخضع لرأي الأغلبية. ما دام الأغلبية وافقت على هذا الإنسان ما يجيش يتحدى الأغلبية، مش عاجبه ما يحضرش الرسالة خالص. لأن مش معقول في إنسان يوافق عليه الناس 100% ولا المسيح نفسه، لأن المسيح كان ضده الكتبة وضده الفريسيون وضده الكهنة وضده رؤساء الكهنة وضده الصدوقيون وضده الجليليون وضده الناموسيون وضده الناس كلهم اللي قالوا أصلبه أصلبه وضده مجمع السنهدرين. فمش معقول في واحد الكل هيوافق عليه، مش معقول. فما دام الأغلبية موافقة يبقى الأقلية تخطر، مفيش غير كده. ولا تستطيع الأقلية البسيطة إنها تفرض رأيها على الأغلبية. ومع ذلك أي حاجة بطريقة موضوعية أنا بنظر ليه. لكن واحد يقول لي أنا مش موافق، مش موافق عشان إيه؟ لو قال السبب مفيش شك إن هبحث السبب بطريقة موضوعية، بس يكون قبليها بفرصة علشان لو كان هو رأيه مظبوط نمنع الرسامة، نمنع الرسامة قبليه وبلاش فضايح. يعني مش تيجي يوم الرسامة وتقول ابعت،
وقول احنا مش موافقين للاسباب الاتيه ونحن نحقق تماما في كل الاسباب. واذا وجد ان الاسباب دي اسباب حقيقيه ولو صدر الاعتراض من شخص واحد من ناحية الموضوعية نأخذ به، من ناحية الموضوعية نأخذ به، بس العقل يستلزم في فترة الجدال والمناقشة والتحضير. وإلا زي ما بقول لكم جيبوا قصاد الشعب ويقول مش موافق عشان ايه. نكتفي بالأسئلة دي وناخد حاجة تانية. أريد أن أكلمكم اليوم عن التواضع في الخدمة. مفروض أن الخادم يتصف بصفات روحية، ولعل في مقدمتها صفة التواضع. ومن أهمية هذه الصفة أن السيد المسيح قال لتلاميذه اللي هم خدام المستقبل، قال لهم تعلموا مني فإني وديع ومتواضع القلب. يعني يتعلموا منه التواضع والوداعة، لأن دي مسائل ليها أهمية كبيرة في الخدمة. الإنسان اللي بيخدم جايز يحارب بالكبرياء وبالعظمة، ويظن إنه انتقل من صفوف المخدومين إلى الخادمين، وإنه أصبح من الأشخاص المهمين والأشخاص الذين يؤخذ رأيهم في الرسامات، وجايز ممكن هو نفسه يبقى القسيس بتاع الكنيسة. فعايزين ندي بعض ملاحظات في هذا الموضوع. نمرة واحد، اسم خادم، لقب خادم. خادم يعني بيخدم، فيتكبر ازاي وهو اسمه بيخدم، خدام يعني. ودي أحسن من نسميه معلم أو كارز أو مدرس. يمكن كلمة خادم ألطف، كلمة خادم ألطف من كلمة معلم أو كارز أو مدرس. ده خادم. حكاية خادم دي نفس السيد المسيح أعطى لنفسه هذا اللقب، وقال إن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين. يعني السيد المسيح سمى نفسه خادم وهو رب الأرباب وملك الملوك، وفعلا انحنى وغسل أرجل تلاميذه، جاء يخدم، يخدم الناس. ولقب خادم أيضا أعطي للملائكة وللطغمات السمائية. فقيل في آخر الإصحاح الأول من الرسالة إلى العبرانيين، عبرانيين 1:14، عن الملائكة: أليسوا جميعا أرواحا خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص. حتى الملائكة قيل عنهم أنهم خدام. وقيل في مزمور 104 عن الملائكة والقوات السمائية: الذي خلق ملائكته أرواحا وخدامه نارا تلتهب. يعني طغمات الملائكة اللي زي نار تلتهب دول خدام. والرسل أيضا تسموا بخدام أيضا.
قيل خدام العهد الجديد، وقيل عنهم إنهم يعملون في خدمة الكلمة في أعمال ستة لما جم يرسموا الشمامسة السبعة، قالوا أما نحن فنعكف على الصلاة وخدمة الكلمة. وفي كورنثوس الثانية إصحاح خمسة آية 19 و20 قال بولس الرسول إن الله أعطانا خدمة المصالحة. خدمة المصالحة يعني نصالح الناس مع ربنا، نسعى كسفراء للمسيح بالنادي اصطلحوا مع الله، سماها خدمة المصالحة. فهم مشيوا في خدمة الكلمة ومشيوا في خدمة المصالحة ومشيوا أيضا في خدمة المذبح اللي بيصلي بنسميه خادم المذبح، واللي بيستلم الذبيحة بنسميه الكاهن الخديم اللي هو ماسك إيه خدمة المذبح. وخدمة الفقراء سموها خدمة القديسين اللي كانت بتختار أرملة، يقول وغسلت أرجل القديسين، فده خادم. فما دام خادم مش أصول إن هو يرتفع قلبه ويظن في نفسه إنه شيء. والعجيب إنه يقول اجتماع الخدام اجتماع الخادمات. طب ما دام أنتوا خدام وخادمات، إيه لازمة الواحد يرتفع قلبه ويفتكر إن هو من الزعماء والزعيمات وهو من الخدام والخادمات؟ إلا لو كان لقب خادم أو خادمة مجرد مظهر خارجي لا يعني حقيقة الكلمة في جوهرها. وإحنا مش بتوع رياء، إحنا بناخد كل كلمة بجوهرها. خادم يعني خادم، تقول أنا جاي أخدم هؤلاء الناس. مادام خادم أيضا يبقى مفروض فيه أيضا صفة الطاعة وعدم كبرياء القلب بالنسبة للكهنوت. كلمة شماس مثلا، إذا كان الخادم بيخدم رتبة من رتب الشماسية، كلمة شماس في الحقيقة ممكن يكون مصدرها أحد مصدرين. يعني المصدر الأول من شمشي بالإبطي يعني يخدم. شمشي يعني إيه؟ يخدم باللغة الإبطية. الشين والسين يمشوا مع بعض، تقول شمس وشمش، يعني الشين والسين يمشوا مع بعض دايما كده. فشمشي يعني خدام، وجاي شماس من شمشي، أو من الكلمة الهيروغليفي الأصلية اللي جت منها شمسي اللي هي شمسو. شمسو بالهيروغليفي يعني تابع. فاكر زمان لما كنا في معهد الآثار أخذنا قصة البحار الغريق، أولها بالهيروغليفي جد إين شمس إقر، يعني قال تابع حقير. إقر يعني حقير، شمس يعني تابع، على اعتبار أن الشماس بيتبع القسيس وبيخدمه. وفعلا الشماس في الهيكل بيخدم زي ما القسيس يقول، يجيب الشورية، يجيب المية يغسل إيده، يجيب له الأبريق، يجيب له الفوطة، يمشي وراه، يمسك له الإنجيل، يمسك له شمعة أثناء ما بيقرأ، بيخدمه يعني بيخدمه فعلا. فهو تابع ليه، شمسه بالهيروغليفي يعني تابع. فمدام خادم وتابع بلاش انه يتكبر، لان في خدام ساعات يختلفوا مع الاسس، ساعات يكلمهم كلام شديد، يعملوا اشكال، راسه من راس ابونا،
فقد التواضع الموجود في الخدمة، فقد التواضع ويفتكر باسم الدفاع عن الحق يخبط ويلخبط. لا يا حبيبي، انت راجل خدام في الكنيسة، خليك خدام، خليك ايه؟ خدام. اذا كنت بقى من النوع اللي يتكلم ويتخانق، سأقول انا احد قادة العمل الرعوي في كنيسة كذا، او العمل التعليمي او حاجة زي كده يعني. لكن مدام خادم خليك خادم، مدام خادم خليك خادم، بلاش تتكبر، بلاش يرتفع قلبك، بلاش تنسى انك انت خادم ومجرد تابع للكاهن. من ضمن الاشياء التي تجلب التواضع في الخدمه روح التلمذه، روح التلمذه، روح التلمذه. في ناس اول ما بقوا مدرسين في مدارس الاحد يفتكر ان التلمذه خلصت. زمان كنت تلميذ لكن دلوقتي انا مدرس. لا يا حبيبي، عشان تحتفظ بتواضعك استمر في التلمذة على طول، عش حياتك كلها تلميذا، عش حياتك كلها تلميذا. ولذلك كان المسيحيون في العصر الرسولي وفي أيام السيد المسيح وتجسده على الأرض كانوا يسمون تلاميذ، كانوا يسمون تلاميذ. يقول لك تلاميذ المسيح، وكان ينضم تلاميذ أكثر وأكثر. والسيد المسيح لما أرسلهم قال لهم اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم، تلمذوهم يعني صيروهم تلاميذ. فاستمر تلميذا للرب وتلميذا في الكنيسة ولا يكبر قلبك. لو شعرت انك انت بقيت معلم وفوق مستوى التلمذة، اعرف انك انت بدأت تسقط في الكبرياء. كن تلميذا. ولذلك انا فاكر مرة قلت لكم لما احنا كنا خدام في مدارس احد الأنبا أنطونيوس، كان كل مدرس بيقعد تلميذ 4 مرات في الأسبوع، بيجلس كتلميذ في اجتماع الأسرة يأخذ درسا، ويجلس كتلميذ في اجتماع الشبان يأخذ درسا، ويجلس كتلميذ في اجتماع الخدام، اجتماع الأسرة، اجتماع الشبان، اجتماع الخدام، ويجلس تلميذا في الفصل الكبير يأخذ درسا. فاحتفظ بنفسك كتلميذ، قول انا لسه بتعلم، انا لسه ايه؟ بتعلم. عارف ان خدت فكرك انك انت تلميذ، هتلاقي تتخلص من مشكلة الجدل والمناقشة الكتيرة، وتتقبل بروح طيبة. لان في ناس ساعات تدخل فيهم روح الجدل وتقودهم روح الجدل إلى روح العناد، ويظنون أنهم يفهمون أكثر من الكبار. أيضا احتفظ بالتلمذة، واحتفظ بطفولتك الروحية. بيقول إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال لا يمكن تدخلوا ملكوت السماوات. يشوع ظل تلميذا لموسى طول حياته إلى أن رقد موسى في الرب، وإليشع ظل تلميذا لإيليا طول حياته إلى أن أصعد إليشع إلى إيليا إلى السماء، وبصله كده وقال له يا أبي يا أبي يا مركبة إسرائيل وفرسانها. والقديس أثناسيوس الرسولي مع انه كان بابا للإسكندرية احتفظ بتلمذته للقديس أنطونيوس الكبير، ولما كتب سيرته
قال في هذه السيرة: وأنا نفسي صببت ماء على يديه، يعني كان بيجيب له الأبريق ويغسل له إيديه. وزمان كانوا التلاميذ لا يستطيعون من باب الاتضاع أنهم يجلسوا إلى جوار أستاذهم، ما يقدروش يقعدوا كرسي قصاده كده. كان دايما الأستاذ يقعد على كرسي وهم يقعدوا عند رجليه، قاعدين عند رجليه على السجادة أو القصاد. ولذلك بولس الرسول قال: إنني تعلمت عند قدمي غمالئيل معلم الناموس. يعني كان قاعد عند رجليه يتعلم في اتضاع. وأشعر إن تلمذتك لا تنتهي، تقعد طول عمرك تتلمذ. الإنسان بيتتلمذ على معلم أو أستاذ، يتتلمذ أيضا في الاجتماعات، سواء الاجتماعات العامة أو المتخصصة، يتتلمذ على أب الاعتراف ويطلب الإرشاد والنصح، يتتلمذ أيضا على الطبيعة، يأخذ دروسا حتى من زنابق الحقل ومن طيور السماء، يتتلمذ على الكتب، يتتلمذ على المرشدين الروحيين وكل من له موهبة التعليم. يقعد طول عمره يتتلمذ. صدقوني احنا لغاية دلوقتي برضو بنتتلمذ. وانا افتكر لا يمكن يمر علي يوم غير لما اقعد الى الكتب واقعد اقرا واخذ لنفسي شيئا جديدا. كلنا بنتلمذ. اوعى تفتكروا في انسان كبر عن مستوى التلمذه. في معلومات كثيره يحتاج الانسان اليها، محتاج ياخدها كل يوم. فعيش في حياة التلمذة. تصوروا الآباء الكبار، مثلا تلاقي القديس موسى الأسود يطلب كلمة منفعة من الصبي زكريا، يقول له: يا أبي أنت عمود البرية وتطلب مني كلمة؟ يقول له: صدقني يا ابني، عرفت من الروح الذي عليك إن عندك كلمة أحتاج أن أعرفها. والقديس أبو مقار الكبير أخذ نصيحة من راعي بقر، وكانوا الآباء يبحثون عن كلمة منفعة، ولهم سيرة ملائكية يشتهي الكثيرون أن يتعلموا منها. عيش في حياة التلمذة طول حياتك. نقطة تانية في روح الاتضاع اللي هي خدمة القرى أو خدمة الأماكن الشعبية المحتاجة. في خدام يحبوا يخدموا في الكنائس الكبيرة المشهورة التي لها اسم. يجي واحد مثلا في شبرا يحب يخدم في الكنائس الكبيرة، كنيسة أنبنطونيوس، كنيسة مسرة، كنيسة العذراء فروض الفرج، كنيسة طوسم، كنيسة ماري مرقص، كنيسة جزيرة بدران إلى آخر. لكن ما فيش حد يفكر يخدم في حكر عزة مثلا. يخدم في العسال في أرض الطويل، في أرض أيوب. ما فيش حد يخدم في الأماكن أنا بس بقول على شبرا، في كل حتة فيها أماكن شعبية. عارفين الأماكن الشعبية دي اللي انتوا ترتفعوا أنكم تخدموا فيها؟ أهدية اللي تمسكها الطوائف التانية وتروح هناك وتعشش
وتضمهم ويلاقوا أول واحد كلمهم عن ربنا هم الطوائف دول ويبقوا تابعين ليهم، زي ما بيحصل في مصر يحصل في اسكندرية برضه. الأماكن الشعبية ليه ناس ما يتخصصوش في خدمة الأماكن الشعبية؟ هو عايز بس لقب كده، لقب كبير. اللقب الكبير ده مش تواضع. دور على الأماكن المحتاجة. زي مثلا لو احنا جينا الخادم وقلنا له تروح أسيس في أمريكا يوافق، لو قلنا له يروح يخدم في زامبيا أو زيمبابوي أو في كينيا يبتدي يناقش، بس أنا صحتي بس وقتي بس ظروفي. التواضع هو الواحد يخدم في الأماكن المحتاجة ولو كانت أماكن غير مشهورة، لو كانت أماكن إيه غير مشهورة. ده في قصص المبشرين إنهم راحوا خدموا في أماكن من الأماكن اللي فيها أكلة لحوم البشر، حتة كده ما فيهاش تفاهم، يتفاهم معاك بسنانه ومش بودانه. التواضع في الخدمة مش بس في التلمذة، وإنما في الإنسان يقبل الخدمة في الأحياء الفقيرة. فاكر مرة وأنا شاب صغير في مدارس الأحد قعدت أفكر كده وقلت إحنا بنخدم التلامذة اللي لابسين بدل النظاف اللي بيروحوا مدارس ومن عائلات، طب ليه ما نخدمش الناس الفقراء الغلابة؟ وبعدين سبت الفصل بتاعي ودورت على فصل تاني من العيال اللي بيبيعوا ليمون، بيلموا سبارس، بيتشعبطوا على الشمال في الترماي، بيشتغل صبي جزمجي، بيشتغل صبي عند أي محل، وبقى ليا فصل من النوع ده. فاكر الفصل ده ابتديت أدرسه في جمعية النهضة الروحية اللي هي بقت كنيسة مصرة فيما بعد، سنة على ما أظن 45 أو 46. فاكر الفصل ده. وبعدين بقى لما انشغلت في خدمة كنيسة الأنبا أنطونيوس وكنيسة العذراء في روض الفرج وبيتنا درس الأحد والحتة دي وسبت الفصل ده، مرة كنت ماشي في المنطقة دي وبعدين لقيت واد بيجري وراي بيجري وراي أستاذي أستاذ، بصيت له كده طلع من محل جزمجي في الشارع، قال لي مش عارفني أنا كنت تلميذ. فانبسطت خلص وطبطبت عليه وانبسطت من تلميذي الجزمجي هذا اللي هو محتاج للخدمة أكتر من غيره. لكن احنا طبعا عايزين نبقى خدام الناس الراقيين النضاف الحلوين اللي بتوع المدارس اللي بتوع الشهادات، ونبقى فرحانين بكده. والباقيين الباقيين تدور عليهم الطوائف الأخرى وتكون منهم شعب. لماذا لا نفكر في خدمة القرى وفي خدمة الأحياء المحتاجة والمناطق الشعبية والمناطق الفقيرة؟ تقول لي بس أنا بخدم في كنيسة كذا. طيب خلي لك خدمتين، خدمة في الكنيسة الكبيرة يضاف إليها خدمة أخرى في يوم آخر في الأماكن المحتاجة. وأنا متأكد أن كثيرا من الكنائس الكبرى تحيط بها مناطق محتاجة كثيرة جدا. يعني مثلا منطقة مصر القديمة، وهي كنائس كبيرة في مصر القديمة، ما جنبهم عين الصيرة مثلا منطقة، وجنبهم حتة المقطم. وجنبهم بعض مناطق فيها مسيحيين في حتت كده غير مسيحية وضيعين ضيعين.
يا ريت يكون عندكم خدمة المناطق الشعبية، أو يا ريت كده في نوبة من المرات نعمل اجتماع للمسؤولين في بعض الكنائس وندرس معاهم المناطق الشعبية وكيف تخدم. زمان كانت القاهرة والجيزة بتبعت رحلات للقرى، وخدمة القرى ليها، خدمة القرى هتروح وجايز ما تلاقيش كنيسة، وجايز تقعد على حصيرة، وجايز تقعد على الأرض وتلاقي حاجة آخر لذة، لأن خبرة لطيفة يعني، والناس يحبوك جدا. أمال طيب بتكون لها كنائس هناك إزاي؟ تقول نخلي الأرستقراطية بقى للكنيسة الأرثوذكسية ونروح إحنا نسرح في الناس دول. عايزة شيء من التواضع في الخدمة. السيد المسيح قيل عنه كان يطوف المدن والقرى يكرز ببشارة الملكوت. يطوف المدن ايه؟ والقرى. وفي قرى كثيرة اهتم بها السيد المسيح وبين كده معروف. ده هو نفسه اتولد في قرية بيت لحم، قرية هي تعتبر الصغرى في يهوذا. قالوا لها انت من اول دلوقتي مش هتبقى الصغرى في يهوذا، لأنها يولد فيك المخلص، لكن كانت الصغرى. ومعروف أن السيد المسيح كان له صداقات في قرية بيت عنيا اللي فيها لعازر ومريم ومرثا، وقرية بيت فاجي. ولما أنقذ المرأة السميرية كانت من قرية سوخار، ما هي قرى، في قرى في حياة السيد المسيح اهتم بيها خالص. ولما أرسل التلاميذ أرسلهم إلى المدن والقرى. حكاية خدمة القرى والأماكن المحتاجة والأماكن الشعبية والأماكن الفقيرة عايزة اهتمام، عايزة اهتمام، ويتأكدوا أن ليها خبرة كبيرة روحية غير الاتضاع يعني. قلنا التواضع في لقب الخدمة، والتواضع في التلمذة، والتواضع في خدمة القرى والأماكن المحتاجة. نتكلم أيضا عن التواضع في التعليم. صدقوني أتعب ما يتعبنا في كنيستنا عدم التواضع في التعليم. كل واحد يجي له فكر جديد يعمله عقيدة ويدرسه للناس ويفتكر أنه جاب حاجة جديدة، بقى شخص يعني يعلم ما لا يعلمون. إيه ده؟ ويجادل ويثبت، وفي ناس غاويين يلغوا المفهوم القديم لكي يقدموا مفهوما جديدا من عنديته. مفيش تواضع في التعليم. وواحد ممكن ينتقد في طقس الكنيسة وينتقد في عقائدها، وواحد يألف له كتاب عن الصوم يحطم فيها في الأصوام الموجودة ويثبت بالعلم والبرهان والمعرفة إنه ده غلط وده صح وده غلط وده صح. وواحد يروح مطلع له طقس جديد في الكنيسة، وواحد يسمح بما لا يسمح به، وكل واحد يدور له على تعليم جديد ويقدمه ويعتبر أنه هو مصدر للتعليم. ده حتى بعض الآباء الكهنة نلاقيهم ساعات يصلوا بأداديس مش معترف بها في الكنيسة، والناس في الإذاعة يقولوا الله ده كان أبونه بيقول إيه ده، يطلع قداس قبل قداس من عنديات، يقول لك ده قداس ذهبي فن، ده قداس ابي فن، ده قداس مش عارف. طب يا عم ما الكنيسه ما اعتمدتش دول في صلوات، ولا ماله مش قداديس صلوا بها قداسين، وفيه ايه لما نصلي بها؟ وتلاقي موضوع من الجدل دخلت فيه مش عارف راسك من رجليك. الخدمه عايزه اتضاع قلب، وواحد يطلع له طقس مخصوص في الكنيسه ويشتغل زي ما عايز،
وتلاقي الخادم من دول بقى جبهة مستقلة كده، جبهة مستقلة، جزيرة قائمة في المحيط، قائمة بالذات لا تتصل بأي أرض أخرى، جاي يستجلها سفن من أراضي أخرى أو تخرج منها سفن، لكن هو الجزيرة القائمة بذاتها مستقلة. ونتيجة عدم الاتضاع في التعليم أيضا كل فرع يعمل له منهج خاص، تقول له المنهج العام يقول لك لا 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 أنا لي ملاحظات على المنهج العام. يا أخي تواضع، تواضع واخضع وطاوع، له ملاحظات. وعلشان نسأل دلوقتي إيه مناهج التعليم في مدارس الأحد، الكنيسة الفلانية دي لها منهج والكنيسة الفلانية دي لها منهج، وفين الاتضاع وفين المنهج العام؟ برضو الفراعنة كل فرعون قائم بذاته بيشطب أسماء الملوك الآخرين ويبقى اسمه لوحده. أولاد فراعنة تعملوا إيه؟ إن شاء الله نحاول نعمل منهج عام، ونطلب من القادة بتوع الخدمة أنهم يتواضعوا ويقبلوا. صحيح المنهج ده هتكون عاملين عملوا البطرك وعملوا بعض من الآباء الأسقفة وعاملين ناس من قادة الخدمة برضو، ونرجو أن يملى عينيهم ويجد نعمة في أعينهم الكريمة ويقبلوه. عايز شيء من الاتضاع في الخدمة، عايز شيء من إيه؟ من الاتضاع، الاتضاع في التعليم. كل واحد تيجوا في مخه فكرة يعتبرها عقيدة ويعتبرها تعليم، يقول أنا رأيي كده، ونكلمناه يقول الكنيسة تريد أن تكمم الأفواه، الكنيسة تريد أن تقيد الأفكار، الكنيسة ما عندهاش ديمقراطية. يا أخي التعليم مفروض كل الذين آمنوا كانوا فكرا واحدا ورأيا واحدا وتعليما واحدا. التعليم اللاهوتي والعقيدي مفروش تعددات، فيه وحدة في الفكر. من حق أعترض، من حق أرفض، من حق أمشي بفكر. دي بالشكل ده ما تبقاش كنيسة تقليدية. الكنيسة التقليدية بتبقى كنيسة بتمشي على نظام، كنيسة محافظة تقليدية. عارفين نتيجة عدم الاتضاع في التعليم وجدت مئات المذاهب البروتستانتية، مئات المذاهب البروتستانتية، لأن كل واحد يطلع في مخه يعمل له كنيسة جديدة، يقول من حقي إن أنا أفسر كما أشاء، لأن البروتستانت مش ماشيين حسب التقليد ومش خاضعين لرئاسات كهنوتية، فكل واحد يمشي على كيفه. نتيجة إن يمشوا على كيفه وجدت مئات الكنائس ومختلفة. في مصر لوحدها الكنائس البروتستانتية المشهورة الكبيرة 28 كنيسة. لوحدها كثير ده، عندكم المشيخيين وعندكم الرسوليين وعندكم بتوع النعمة وعندكم الخمسينيين وعندكم المعمدانية الأولى والمعمدانية الثانية وعندكم البلاميس، يعني في حاجات كثيرة خالص. من روحانية الخادم في التواضع أن يتواضع في التعليم، وأن يحترم من هم أكبر منه علما ومعرفة ومن هم أقدم منه في الخدمة. من التواضع أيضا أن الواحد لا يستعرض المعلومات، يعني تلاقي واحد يجي يفسر لك كده يقول لك الكلمة دي في اليوناني كذا وفي العبراني كذا وأصلها كذا واستخدمت بكذا. كلمة خطية دي وجدت في اللغة اليونانية بأربع معاني وأربع ألفاظ، وخش ويمكن هو يكون لا قارئ يوناني ولا عبراني، لكن أراها في كتاب فنقلها من كتاب لإثبات العلم والمعرفة.
المتضع ما بلاش الحاجات دي، ما خطية يعني خطية يعني قد ايه. او الكلام عن الموضوعات البراقة وان كانت لا تفيد احدا، يجيب اسم كده مشهور كبير وجايز الناس ما يعرفوش عنه حاجة ومش محتاجين له، وعايزين بس تنزل لمستواهم. دي فكرتني بكان واحد من أدباء العرب زمان كان يتكلم بكلام يجيب ألفاظ غير مفهومة لكي يثبت أنه أرقى علما من الباقيين. من أشهر الناس دول الشاعر أبو تمام، كان دايما يجيب ألفاظ صعبة كده الناس كتير بيفهموهاش، فلما ما يفهموهاش يبقى أكثر منه علم. فمرة لاموه على هذا وقالوا له لما، واحد قال له لماذا لا تقول ما يفهم، فرد عليه وقال ولماذا لا تفهم ما يقال. يعني ليه ما تقولش كلام بسيط يفهمه الناس، يقول له انت ليه ما يكونش عندك مخ يفهم الكلام اللي بقوله. ولذلك احسن الخدام الذي في تواضعه يتكلم كلام بسيط يفهم الناس كلها وفي موضوعات تلزم الناس كلها، لكن تجيب موضوع لحد فهمه ولحد دريان بيه. واحد يقول لك كلمنا عن الصلاة، تقول له أنا هكلمك عن ثيورية يا عم، حد فاهم يعني ثيورية؟ كلمني بس وامشي معايا واحدة واحدة. انزل إلى مستوى الناس، انزل إلى إيه؟ مستوى الناس وفهم. جايز من التواضع ما يجيبش ورقة تحضير علشان يعني أحسن يفتكروا معاه ورقة. الحمد لله نحن كلنا بنشتغل من ورقة زي ما انتم شايفين. زمان كان الواحد يخاف، ده أنا يمكن اللي اخترعت الطريقة دي أحط قصادي ورقة، كان يخاف يكون ورقة لألا يقولوا عليه مش عارف وبيستمر. كان الواحد يعمل ازاي؟ يجيب مثلا كتاب زي كده، كتاب مقدس، ويمسك الكتاب والورقة مستخبية جواه وفتح الكتاب يعني نقرأ فصل من إنجيل كذا ويقرأ الفصل وفضل جواه، كل شوية يبص في الفصل. مرة واحد سرقوا منه الورقة فقعد يقول يقول الرسول وبعدين في الآخر قال لهم يقول لعن الله من سرق الورقة. احنا مش بنقول ان الواحد يقرأ من ورق، انا اكره ان الانسان يقرأ من ورق، لان لو الواحد قرأ من ورق ما يكونش بيتكلم من قلبه ويبقى في حصة مطالعة، لكن على الاقل النقط الاساسية يكون حاططها قصاد. افرض نقطة نسيها يلاقيه من اجل فائدة الناس يقولها، هو مش يقعد يبص ويقرأ لا، لكن النقط الرئيسية. جايز آيات معينة يكون محضر بدل ما يقول الآية غلط، أو حسب ذاكرته جايز ذاكرته تقول الآية مش مظبوط. فبرضو تحضير الدرس نوع من الاتضاع. صدقوني بعض من الخدام الصغيرين يستطيعون أحيانا يقولوا موضوع أقوى من خدام كبار. عارفين ليه؟ لأن الخادم الصغير مش واثق بنفسه، فيقعد يقرأ ويحضر ويقدر ويحضر لغاية لما يحضر موضوع كويس. والخادم الكبير اعتمادا على نفسه
اعتمادا على علمه السابق ثقة زائدة في نفسه ما يحضرش، وبعدين يجي يتكلم يقول أي كلام والناس ما يستفيدوش منه حاجة. لذلك تواضع وحضر الدرس كويس، ولا تعتمد فقط على معلوماتك السابقة أو معلوماتك الحالية. احترم عقليات الناس، احترم عقليات الناس ولا تقدم لهم أي شيء، إنما قدم لهم مستوى كبير يتناسب بعقليته. علشان كده نجد في ابتدائي مثلا عندنا 300 عيل، في إعدادي يبقوا 250، في ثانوي يبقوا 180، في جامعة يبقوا 30-40. ليه؟ لأن ما بيحضروش، والمدرس بيعتمد على معلوماته، والتلامذة عقلهم نضج وعايز كلام يشبعه، ما يلاقيش الكلام بيشبعه ما يجيش. فالشخص المتواضع يدرس ويضيف إلى معلوماته شيئا جديدا، ويحترم عقليات الناس ويقرأ ويحضر، لأن ده لازم في الاتضاع، التواضع من ناحية العلمية. في التواضع في الخدمة أيضا من جهة الذات والشعور بالذات. الإنسان الخادم الحقيقي ينكر ذاته، يختفي لكي يظهر الرب، زي ما قال يوحنا المعمدان: ينبغي إن ذاك يزيد وإني أنا أنقص. ده الخادم المتواضع، ما يفكرش في ذاته. الخادم غير المتواضع يتخذ الخدمة وسيلة يبني بها نفسه بناء خاطئا، مش يبني بها الملكوت، يبني بها نفسه. ازاي يبقى هو خادم؟ ازاي يرتقي في الخدمة من خادم ابتدائي لخادم اعدادي لخادم ثانوي، لمتكلم في اجتماع الشبان، لمتكلم في اجتماع القدام، لمتكلم في مؤتمرات؟ عايز يبني نفسه، وياريت يبنيها بطريقة سليمة، ما احنا محتاجين لكل دول، لكن بالذات. وبعدين يبقى يدور على المناصب، وبعد كده يتحول إلى شخص يأمر وينهى، يأمر وينهى، وبعدين يتحول إلى شخص يصطدم بالسياسات والقيادات في الكنيسة، وبعدين يتحول إلى شخص نيرفس ويزعق ويصيح ويتخانق وجايز يشتم. ايه الحكاية؟ جرى لك يا حبيبي؟ كبر في عيني نفسه وشعر بذاته، وانا كذا وانا كذا، انا خادم بقى لي 20 سنة، انا خادم بقى لي 25، انا مخرج اجيال من تحت ايدي. حاضر يا قائد الاجيال، بس تواضع، تواضع. مفروض كل ما الإنسان يزداد، تزداد أقدميته في الخدمة، يزداد اتضاعه وتزداد مثاليته، ويزداد النموذج الروحي الحي بتاعه، يزداد عمقا ويزداد روحانيا. كتير أوي من الخدام لما يكبرون في الخدمة تكبر أنفسهم من الداخل، وتلاقي روح العظمة ظهرت فيهم، وما يسمعش كلام حد، ويصطدم بالأسيس، ويصطدم باللجنة، ويصطدم بالخدام الآخرين، ويصطدم بالأنظمة الموضوعة. وساعات لما الإنسان يكبر يريد إن غيره يطوعه وهو نفسه ما يطوعش حد، يعني شوفوا التناقض، يحب إن غيره يطوعه وهو نفسه ما يطوعش حد. ليه كده؟ فين التواضع في الخدمة؟ الإنسان المتواضع في الخدمة تجده مثل النسيم الهادئ، يدخل الكنيسة كالنسيم الهادئ ويخرج منها كالنسيم الهادئ، تشتم رائحة الزكية من بعيد، لا يصيح ولا يخاصم ولا يسمع أحد داخل الكنيسة صوته،
إنسان متواضع رقيق هادئ وديع دمث الخلق لطيف في المعاملة لا يخدش الشعور أحد لا يجرح إنسانا لا يرتئي فوق ما ينبغي لا يهتم بمناصب داخل الخدمة يطيع النظام يطيع الخدمة التي توكل إليه يطيع من جهة المواعيد تلاقيه إنسان طيب طيب اوعى تفتكر لما تاخد قيادة في الخدمة وتفقد روحانيتك يبقى استفدت حاجة ماذا يستفيد الإنسان لو ربح العالم كله خسر نفسه اوعى الخدمة تفقدك اتضاع اوعى الخدمة تفقدك اتضاع ده السيد المسيح لما أراد أن يولد من امرأة اختار أكثر النساء اتضاعا حتى تستطيع أن تحتمل هذا المجد العظيم واحتملته فعلا ولا كانت بتتكلم ولا حاجة زي ساعات مرة كنت بكلم الستات اللي عايزين يبقوا أسوس في الخارج قلت لهم تواضعوا وخليكم في مستوى السيدة العذراء إن هي ما بقتش قسيسة طول عمرها وكانت أقدس إنسانة في الوجود اتوضعوا وخليكم قد العذراء العذراء ما كانتش قسيسة مين اللي عايز يتوضع السلطة السلطة والسيطرة يا ريت كل واحد فيكم يخش في الخدمة يفضل هادي ولو قال واحد قال له دي غلط ودي صح يقول له أخاطئ هو لست أعلم كل ما أعلم أن ربنا أتمني على هذا الفصل أنا مش مسؤول غير على هذا الفصل بس أزيد من كده مش مسؤول قل لك لازم نغير النظام ده ولازم نعمل قل له يا عم خليني في حالي أنا مين أنا اللي غير أنظم خليني في حالي أنا مسؤول على الفصل ده بس وربنا هو اللي قال لي خليك مسؤول ولو أراد يشيله مني أنا مستعد أبقى تلميذ وأستفيد الخادم المتواضع يؤمن بالآية التي تقول إن الاستماع أفضل من التكلم والاستماع أفضل من تقديم الذبائح الإنسان المتواضع يظهر اتضاعه في معاملاته مع الناس سواء معاملاته داخل محيط مدارس الأحد معاملاته مع الآباء الكهنة معاملاته مع باقي الخدام معاملاته في البيت معاملاته في الشغل معاملاته مع الكل يبان اتضاعه وهدوءه ده السيد المسيح في تطويباته ذكر التطويبة الأولى للاتضاع فألطوبة للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات أول حاجة ألطوبة للمساكين يكون معاملة متضع أيضا مع الكنيسة كلها في خادم يكون غير متضع إذا انتقد تلاقيه سيف من نار وشعلة ذات شرار ويجرح ويبقى كلامه زي رجم الطوب ليه يا حبيبي ما تخليك متضع القلب هو كل ما الواحد يكبر في الخدمة يفقد اتضاعه ليه كده عارف لو انت بقيت كده ربنا يخاف عليك يديك حاجة أكبر يقول إذا كنت أنت في وضعك ده بقيت في هذه الكبرياء وفقدت اتضاع يبقى أنا لو اديتك رتبة أكتر أو درجة أكتر يبقى هتخلص عليك خليك كده كده كويس خالص خدمة أكبر تنفع بها إيه؟ على رأي قديس الأنبا أنطونيوس قال
هناك من يستطيع أن يحتمل الإهانة ولكنه لا يستطيع أن يحتمل الكرامة، لأن احتمال الكرامة أصعب من احتمال الإهانة. يعني واحد لو أخذ مجد أو كرامة ما يستطيعش يحتمله، تغيره يكبر من جوه، ولما يكبر من جوه يحاول يكبر من بره، تلاقي لهجته اختلفت، حركاته اختلفت، صوته اختلف، مشيته اختلف، حتى قعدته. تقول له عايزين حاجة فنية، يقول لك طيب هنفكر في الموضوع. طب ما تفكر معايا الوقت، بعدين بعدين، مفيش فايدة. الإنسان المتواضع يكون عنده بساطة في حياته، والإنسان المتواضع ممكن يخدم خدمات كثيرة في الخفاء، خدمات كثيرة في الخفاء. وأنا قلت لكم بعض أوقات عن أعمال في العمل الفردي بتكون في الخفاء لا يحس بها أحد، لكن اللي كل أعماله تكون ظاهرة جايز ما يكونش عنده اتضاع، يكون عنده طاعة لكل نظام وكل تنبيه وكل موعد وكل خدمة، ما يكونش جبهة مستقلة داخل مدارس الأحلام. أكتفي بهذا الكلام عن الاتضاع، ونقول ترتيلة بتاع دقيقتين.